نحن راهو السوق هذايا عاش فيه مخلوقات رب العالمين، وراهو توا عنده قداش سنه لا دننا سوق يعني بالنظام، يعني ما يكونش فيه الغرق وما يكونش فيه الماء وما يكون في الامن ويكون عند الدوله ويكون الدوله على بالها بينا، طيشونا في 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 بحر هكاك لا ليك يا ربي، كيما نقولوا كليتامه اللي ما عندهمش من يحضنهم. رانا في ازمه كبيره ولايه تبسه، راك تشوف السوق وتشوف الشعب وتشوف التاكسيات وتشوف المرور. راي نطلب من السيد الوالي ومن من 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 رئيس البلديه ومن كل يرجلونا الامور تاعنا كامل.